مساء الخير بالحلقة 27 من الفرنسية لغير الناطقين بها. زي ما عودتكم آخر فترة اليوم رايحين ناخذ حوار، ناخذ مصطلحات نستخدمها بس نروح نزور طبيب. طبعاً بعيد الشر عن قلوبكم جميعاً إن شاء الله. نبدأ بالشير سكرين. نشوف. دكتور هون هيو حكاها دكتور فاتخي بيان دكتور جي تخي مال على تيت هون بالبدايه كلمه مال نعرفها ظرف مال له معنيين المعنى الاول اللي هو سيء بيجي كصفه سيء وبيجي معناه وجع طبعا بيجي عن يعني زي بين مال مثلا بس انا احكي ماللتت يعني وجع راس ماللتت وجع راس اذا حكيت مثلا مال الستومك الستومك اللي هي المعده معناته وجع في المعده وهكذا زي اللي هي بقابلها زي ايج بالانجليزي مثلا هيديج استوميك وهكذا احنا بنحكي نستخدم دائما معها فعل افواغ جيمال عندي الم بتحكي وين؟ على بتستخدم تستخدم حرف الجرأة ا فانت اذا حفظت اعضاء الجسم اعطيكم مثلا اكثر اعضاء الجسم مشهوره تقدر تحكي اه تحط شو هو العضو اللي بوجعك ف معناته زياده كثير فيري انه جي تخي لاتيت يعني عندي وجع كثير في الراس شو بيسال الطبيب افي فو دي لا فيفر فيفر لفظها فيفر فيفر اللي هي الحمى حراره يعني حراره حراره الجسم او الحمى افي فو دي لا فيفر طبعا نفس الشيء بستخدم فعل افواغ عندي بعض الحمى مثلا دو دو هون تجي معناها زي بعض، البعضية. افي فيو دو لا فيفر؟ عندك حمى؟ نو، لا. Je ne crois pas، ما بعتقدش. طبعا هو مش متأكد عشان هيك قال يعني I don't think so. Je ne crois pas. Je n'ai ni chaud ni froid. أنا لا إني حميان ولا إني بردان. لاحظوا معي هون. عندي ني، ني. الني تستخدم ما مرتش معنا قبل تستخدم في حاله النفي انه انا بدي انفي شغلتين يعني لا هاي ولا هاي زي ما نحكي بالعربي فهون شو حكى هو البدايه الجمله لازم تكون منفيه جوني عند النفي احنا النفي بنعرفه نو با مثلا النفي الأش... النفي بشكل عام نو بيرسون لنفي الاشخاص نو غيان لنفي الاشياء لكن هون لازم انا استخدم النو فانا بستخدم جوني مثلا بدل ما استخدم با بستخدم ني في حالة انه انا بدي في شغلتين فبصير عندي جني ني شو لا انا عندي حم ني فخوة ولا برد لا انا حميان يعني ولا انا بردان فبستخدم ني اذا بدي اكرر النفي لكن اذا كان مثلا فقط بيحكي عن الحرارة عن الشو الحم بحكي جني با او جني سوي با شو او جني با شو جني با شو بسأله اسكو هل عندك الم في المعده زي ما شفنا هون مال لتت مع فعل ابوار طبعا وجع بالراس مال او وجع بالمعده هون حكينا الا تت لانه مرت معنا قبل انه التيت مؤنث فبنحكي الا فونتر مذكر المعده مذكر باللغه الفرنسيه فبنحكي لها لو فالا زائد لو الا اللي هي نفسها هون زائد لو تتصير او مرت معنا واذا كانت ليه تصير او افيك اكس مع اكس اسكو فو عندك الم في المعده نو no. لا ما عندوش او دون يعني بعيد نفس السؤال يعني هون بدل ما يحكي وبالاسنان يعني بدل ما يحكي له اسكو مال او دون بالاسنان لاحظين او دون لانه دون لأن الاسنان جمع نحط لها او لانها جمع فبنحط لها او نو له لا سوري اودون اوزوغي سينا اوغي اوغي للاذان اوغي الأذان لفظها اوغي بس لانه في عندنا الاكس فبتصير أوزوغاي تصير اوزوغي نو لا سي غراف دكتور بساله المريض هون سي دكتور غراف اللي هي الاشي الكبير يعني هون تيجي معناها خطير هذا شيء كبير يعني شيء عظيم إشي كبير شيء خطير دكتور بحكي امم بو، انت بتشتغل طبعا سؤال طبيعي لواحد مريض بيساله انت بتشتغل بدي اتاكد انه شو سبب الوجع الراس اللي عنده وي بشتغل ايه كوفيت فو شو بتعمل هلا فأخذناها، اخذناها واخذنا كثير عنها كيف انه اخذنا مره حصه انه كيف او محاضره كيف نعطي نستخدم فير سواء مع الدراسه مع العمل مع كذا فهون كفت فو ماذا تعمل؟ يعني قصده مش ماذا تعمل الان ماذا تعمل كمهنه لانه هو ساله ترافايي فو بتعمل ولا عطل عن العمل مثلا؟ جو سوي انفورماتيسيان انفورماتسيان اللي هو اللي بيشتغل بالمجال اي تي المعلوماتي جو سوي انفورماتيسيان هلا بدنا نعمل ليزون هون جو سوي لاحظوا انه التي هون بتنلفظ اس جي س انفورماتسيان السي هون اس انفورماتسيان انفورماتسيان جي س انفورماتسيان انفور انا اللي هو بشتغل مجال الاي تي تمام هلا اخذناها كمان انفورماتسيان بس اخذنا شوي على المهن اكي لو كومونسي فو فوترا ترافاي اي ساعه بتبدا عملك اكي لو كومونسي فو فوترا ترافاي أي ساعة تبدأ العمل؟ عملك. السيزور، هلا بس نشوف هون سيزور نعرف بتلقائية مباشرة إنه سيزور دو ماتان، يعني السادسة صباحا. سيزور دو ماتان، السادسة صباحا. أول ما نشوف سيزور، يعني سيزور السادسة صباحا. ومتى بتنهي تاعتك اللي هي يومك؟ هلا احنا حكينا جور اذا بتلاحظوا بالبدايه فرقت لكم بين الجور اللي هو اليوم اليوم بشكل عام يعني يوم 24 ساعه الجورني اللي هي النهار كيف تنهي متى تنهي نهارك يعني اي كون تيرميني فو فوتر جورني طبعا جورني مؤنث جور مذكر لكن جورني مؤنث فير ديسيتور حوالي الساعه الخامسه مساء ديسيتور يعني 5 بي ام ديستا الخامسة مثلا مي عنده مي، مي يعني بط لكن أبخي بعد ذلك جو دي كور دو مات أدي جون بعطي كور اللي هي حصص الكور الحصص أو المحاضرات بعطي حصص أو محاضرات دو مات مات اللي اختصار ماتيماتيك اللي هو الرياضيات مات اختصار ماتيماتيك لكن مستخدمة بشكل كبير مات خلاص مات يعني ماتيماتيك الكتابات الرسمية جدا تكتبها كاملة ماتيماتيك لكن في حالات الحكي وكذا مات تكفي جدون ديكو بيعطي محاضرات مات رياضيات أدي جون جون اللي هي الشباب يوم نحكي أدي جون يعني عشب لشباب يعني معناته انه شباب صغار شوي أه. أو. ديت قل لي هلا ديت معناها يقول هون فعل امر ديت قل يعني قل لي بمعناها زي نحكي سي جراف دكتور هل هذا خطير او هذا زي ما شفناها قبل شوي جراف نفس المبدا سي جراف دكتور هلا هون جراف كيف نستخدمها كمان يعني بغض النظر عن السؤال هذا سي جراف دكتور يعني هذا إشي خطير إشي كبير تقدر تسال دكتور تقدر تسال اي حدا بدك تعمل إشي معين تقدر تساله هذا خطير هذا كبير يعني انه يعني مستاهل القلق هلا ممكن واحد مثلا يسالك مثلا تصدم بواحد بالشارع كذا كذا يعتذر منك يقول لك مثلا اكسكوزي زي ما بنحكي بالكيبيك او يقول لك جوم اكسكوز زي ما بنحكي باوروبا اكسكوزي مثلا او جوم اكسكوز او اكسكوزي موا هلا تقدر تحكي له سي با غراف بالنفي سو يعني ولا شيء خلاص يعني هذا ما صار شيء زي ما بنحكي ما صار شيء نقدر نستخدمها بحاله النفي سي سامبل سي سامبل يعني هذا بسيط c'est vous travaillez trop يعني عرف له سبب الوجع بالراس اللي هو vous travaillez trop بتشتغل كثير هلا تخو هي تيجي معناها اكثر من تخي تخي كثيرا تخو يعني اكثر من كثير كثير يعني كأنها هذا تخي تخو يعني كثير جدا vous avez besoin de repos انت بحاجه الى الراحه بكل بساطه vous avez besoin de repos أنت بحاجة للراحة. فيت فو دو سبور بسأله هلا، أنت بتعمل رياضة؟ بسأله. فيت فو دو سبور بتعمل رياضة؟ مسيو بران، سيد بران. نو. نو. هلا لاحظين هون استخدمنا فعل فيغ على الرياضة. قبل شوي استخدمناه. آه كمان إنه شو بتعمل بحياتك؟ قال لك فو فيت كوا شو فنفس الفعل اللي هو فعل فيغ اللي هو تو بالانجليزي بيجي معنا يفعل يعني او يعمل شو بحكي نو no. ما بعملش رياضه كمان يعني بشتغل كثير وما بعمل رياضه نو افيك مون ترافاي مع عملي جو ني با دو تون جو ني با ما عنديش وقت بس انه بس مرات طبعا ويقعد له شهر بالبيت حيلاقي اكيد وقت للرياضه بس حاليا ما عنده وقت نو افيك مون ترافاي مع عملي Je n'ai pas le temps. Ma waqt. Eh bien, c'est de Prenez du temps si vous ne voulez pas avoir mal à la tête. Ja ubuyah ad doctor bi le médecin. Le médecin ou le docteur, Prenez du temps. Khoud, waqt, ou bahadil, waqt, si vous ne voulez pas avoir mal à la tête. Yani, khod de la اذا مش حاب انه افواغ مالا يكون عندك الم بالراس ليش انا حطيت هون افواغ بالانفينيتيف اللي الحاله المجرده لانه زي ما حكينا في قبلها فعل مصرف عندي فعل فولوار يريد مصرف فبالتالي الفعل الدائم زي ما حكينا دائما بعدها الفعل بده يكون بعد الفعل المصرف الفعل بعدها مباشره بده يكون بحاله المجرد انفينتيف اذا ما اختلف الفاعل طبعا اذا اختلف الفاعل كان في شيء أوكي أما النفي لا يعتبر يعني إشي ما اختلف الفعل عندي هو نفسه ما بدهوش وهو نفسه اللي عشان ما يصيرش معه مالة ألم في الرأس هو نفس الشخص. بوك خوية اسأله يعني هذا ما تعتقده؟ بوك خوية يعني تعتقد هذا الشيء؟ جونك خوابا بحكي له لا ما بظنش هذا الحكي يعني هون خوية يعتقد أو يظن يعني do you think؟ جونك خوابا لا ما بعتقدش الاشياء ما بقولش جو سوي سور انا متاكد جو سوي سور انا متاكد سويفي مون كونساي تابع او اتبع هون سويفي من فعل سويفر يتبع يعني اتبع نصيحتي معناها اتبع نصيحتي فيت دو sport اتبع نصيحتي وفيت دو sport يعني هون بده ينصحه إنه يعمل رياضة. قال له سويفي مون كونساي، اتبع نصيحتي واعمل رياضة، يعني وجعه لأنه هو بيشتغل كثير ما بيعمل رياضة. بون، تمام، جيد. ميرسي بور لو كونساي، شكراً للنصيحة. ميرسي بور لو كونساي، شكراً للنصيحة. أورفوار، مع السلامة. أورفوار، مع السلامة. ميسيو برا، اي بخوني سوان دو فوتر سونتي. هون هاي بنقدر نستخدمها دائماً الجملة بأي موقف شو ما كان إنه خذ يعني بالك من صحتك بخوني سوان دو فوتخ نستخدم فعل بخوني اللي هو ياخذ بخوندخ ياخذ, يأخذ. سوان اللي هي العنايه سوان العنايه يعني اعتني بصحتك بصير معناها بخوني سوان يعني خذ عناية لصحتك يعني اعتني باللغه العربيه من ترجمها اعتني بصحتك بخوني سوان دو فوتخ سونتي حطيت لكم ديالوج ثاني اقصر شوي سريع برضو نفس المبدا بين دكتور ومريض ال_باسيان_ المريض بونجور دكتور بونجور انستاليفو يعني ايش جلس انستاليفو اجلس جو فوزونكري اذا سمحت. جو فوزونكري معناها اذا سمحت. خي معناها الفعل اصلا يصلي فعل يصلي بس يلا يعني نستخدمها جو فوزونكري مع بعض الاكسبغسيون تعبير معناته زي من فضلك ميرسي الوغ كاسكي شو زامين شو البش شو جابك يعني زي نحكي باللهجه شو اللي جابك؟ كسكفو زامن، أمني، معناها تيجي معناها يصطحب، تستخدم للأشخاص، أنه أنا بدي اصطحب حدا بحكي أمني، يعني أرافق شخص أو اصطحبه بالأحرى، يعني أنا بكون قائد وبصطحب شخص، بروح أجيب شخص مثلا، بقول أمني، كسكفو زامن، شو اللي شو اللي جابك يعني؟ إي بيان، دو دولور أو فونتر، أو نيفو دو لو عندي آلام، هون استخدمنا تعبير ثاني بالديالوج هذا. جي دو دولور عندي آلام دولور ألم دولور ألم هناك بالنص القبل حكينا مال مال نفس المبدأ مال حكينا بيجي لها معنى سيء بيجي معناها وجع هون دولور أوفونتر فونتر البطن أو نيفو دو في إيش بمستوى أو نيفو دو في مستوى يعني أت ذا ليفل أوف أو نيفو دو أت ذا ليفل أوف يعني في مستوى إيش لوستماك لوستما المعدة لوستما المعدة فوز افي مال الاستماع اسالوا الطبيب فوز افي مال الاستماع عندك وجع بالمعده لانه في فرق بين الفونت البطن وبين المعده اون فيت اون فيت يعني في الواقع او في الحقيقه نستخدم اون en فيت fait في الواقع او في الحقيقه جون سوي با سور كو سوا الاستماع مش متاكد انه هذا بالمعده يعني هو عنده وجع بالبطن مستوى المعده تقريبا لكن مش متاكد هل هي المعده او لا جون سوي با سور مش متاكد كسسوا الاستوما انه هذا بالمعده دائما حكينا نستخدم ا فوز افي بيرمانونس اون بيرمانونس يعني بشكل دائم هلا بدك تحكي شغله هون استخدم نفس مال اللي هي نفسها قلنا دولور تقريبا اون بيرمانونس بس نحكي اون بيرمانونس يعني بشكل دائم اون بيرمانونس بشكل دائم نو لا سني ني با تو لو تون مش كل الوقت يعني اون بيرمانونس بشكل دائم طول طون نفس المبدا يوم احكي طول طون كل الوقت هون جابها بصيغه النفي سو ني با طول طون يعني ليس كل الوقت سي سورتو ابخي مونجي هذا عاد خاصه بعد الاكل يعني هو الم اللي بصيبه بين المعده والبطن مش متاكد هو بعد الاكل سيرتو ابخي مونجي خاصه سيرتو بتجي معنا سبيشالي يعني خاصه بعد الاكل كومون اي لا دولور كيف الالم يعني اوصف لي الالم بما معناها Comment est la douleur Qu'est-ce qu'il y a de' Ce n'était pas très fort au début. Ce n'était pas très fort au début. n'était pas très fort au début. Mais, لكن, depuis quelques jours, أيام, depuis quelques jours, c'est très aigu. Aigu, yani yani très fort.

تجيب بمعنى منذ بس اربطها بالزمن تصير معناها منذ الياء دموه يعني منذ شهرين بالزمن انفيرون تقريبا جو بونسي كو سا يعني كنت اظن يعني الم بروح زي ما بنحكيها انه سا سباسخا باسخا من الفعل باسي يعني ايش بده يمشي يعني انه الم خفيف ويوم بروح مي فينالمون لكن نهائيا بالنهايه C'est du pire en pire. 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 Docteur, bien, on va regarder ça. Donc, on va regarder. On va regarder Enlevez votre chemise. Enlevez, قال يخلع يعني اخلع شميز القميص شميز قميص اي الونجي فو ايش يتمدد؟ قال له شميز اخلع قميصك ويتمدد اي الونجي فو الونجي ايه يتمدد هاي هون حوارين استخدمنا فيه اعضاء مختلفه استخدمنا فيه طرق مختلفه للسؤال مثلا احيانا بقول لك مال احيانا بقول لك دولو طرق مختلفه شان نعبر عن شيء طبعا زي ما حكيت لكم دائما وبحكي لكم هالاشياء اساس انك يعني نقدر نعملها براكتس اشياء عمليه بالحياه حسب طلبكم يعني صرنا نركز عليه اكثر ما نركز على امور القواعديه شوي انه اي شيء ممكن نستخدمه في اكثر من كونتكست اكثر من نص حسب السؤال مثلا انا بس احكي اون بيرمانونس بشكل دائم بقدر استخدمها باي كونتكست اي نص انه بستدعيني استخدمها فيه يعني ما بنركز على هذا الشيء ما مركز انه فقط لازم استخدمها في هذا الحوار مع الطبيب لا كسكي فو زمان مثلا شو اللي جايبك زي نحكي شو اللي جابك يعني ليش جاي هذا بقدر استخدمها باي كونتكست بناسب اي نص بناسب مش شرط فقط هون وهكذا مثلا سباسخا سباسخي اللي بتقدر تستخدم الاكسبريسيون سباسخي يعني هذا شيء بمر شيء بيمشي يعني يجي واحد مثلا بدك تخفف عن انسان صار عنده مثلا مشكله معينه تقول له سباس يعني هاي كله راح يمر يعني توكل على الله وكله بيمشي وهكذا اوكي طبعا الليفي يخلع تقدر تستخدم الم... اثناء لبس الملابس بدك تحكي عن شيء ملابس اون ليفي يخلع الملابس متر او بورتي اللي هي العكس تقدر تستخدم متر يضع الملابس او بورتي يلبس سبية كمان يلبس وهكذا هاي شوي الصوره فيها شويه اعضاء الجسم المشهورة لي باغتي دو كور أعضاء الجسم كور الجسم كور الجسم انتبهوا للفظها كور كور لأنه كور تيجي معناها القلب كور القلب كور الجسم كور زي ما شفنا محاضرة وبتيجي معناها الساحة لا تيت لا تيت هنا فيها ذات التعريف موجودة لا تيت اللي هو الرأس لا تيت لوي العين لوي العين لزيو الجمع تاعها اي عين جمعها ليزي لبوش الفم لبوش الفم لبوش لو كود الكوا لو كو... كوع كو اليد لو الاصبع اصبع اليد طبعا لدواه اصبع اليد لا الاجر لا الرجل. رجل مثلا اللي هي الفخدة. Uh, pied, القدم لبيي القدم الاذن مرات قبل شوي معنا اوغي الاذن اوغي لو ني الانف ني لو ني لي بول لو شولدر الكتف لي الكتف bras, الذراع bras, الذراع واليد لما اليد او كفة اليد بالاحرى لما اليد نستخدمها او اللي كفت اليد الجنو، اللي هو الركبة. الجنو الركبة، الجنو بادون الركبة. لوجينو ولغتي إصبع الإجر، بتفرقوا لما يعني نحكي لك لودوا معناته إصبع اليد. لوغتيي إصبع الإجر. لغتي إصبع الإجر ولو لدوى إصبع اليد. هاي هون بعض أعضاء الجسم. وهون بنوصل لنهاية حلقتنا لليوم اللي هي الحلقة 27 من فرنسية غير الناطقين بها. انتظرونا ان شاء الله الثلاثاء القادم نفس الموعد الساعة خمسة مساء بي ام بتوقيت شرق كندا وان شاء الله آه حنيجي مع موضوع جديد ونراكم ان شاء الله الاسبوع القادم.